طبعا بعض السيدات الحوامل بيقلقوا قوي اول ما يشعروا بوجع في البطن اسفل البطن وتقل كده اسفل البطن. طبعا هذا الاحساس ممكن يبتدي مع الشهر الخامس ويمتد وبيزيد كمان مع الشهور الاخيرة. الموضوع بسيط جدا، ليه تفسير منطقي، بس بعض الامور الاخرى ممكن تدينا تفسيرات تانية، انما في الاغلب هو حاجة بسيطة وما تخافيش منها. تابعينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم وحلقة جديدة نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن والاه. وأذكركم ونفسي بكثرة الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فبها نسعد بإذن الله تعالى. وجع البطن أو وجع أسفل البطن، إيه اللي بيحصل؟ الموضوع بسيط جدا، كل ما في الأمر إن هناك بعض الأربطة، أربطة الرحم. الأربطة دي كل ما الجنين بيكبر شوية بيزق فيها شوية، بيحمل عليها شوية، بيحصل تمدد في الأربطة. عملية التمدد دي بتشعري بيها كوجع في البطن، ولما الموضوع بيدخل في الشهور اللي بعد كده، تدخلي بقى في الشهور السابع والثامن والتاسع، وحجم الجنين بيزيد، وزنه بيزيد، حجم الرحم بيكبر، بيبقى في حمل شديد قوي على هذه الأربطة، وبتشعر الحامل بتقل شديد جدا أسفل البطن ووجع في البطن بشكل عام. كل ده من تقل الجنين والشد على الأربطة اللي بتربط الرحم. طيب لحد هنا كده الكلام جميل جدا، وده التفسير المنطقي لهذه العرض أو لهذا العرض اللي ممكن تشتكي منه غالبية النساء في فترة الحمل، مفيش منه أي قلق. ولكن تعالوا بقى نتكلم عن حاجة تانية، هي إمتى الوجع ده نقلق منه وإمتى نحاول إن إحنا لا لازم نتجه إلى الطبيب فورا. طيب أول هام إن إحنا زي ما قلنا كده إن في الشهر الخامس بيحصل تمدد في أربطة الرحم، وبالتالي بيحصل إن يبقى فيه وجع في البطن وقرصة كده في البطن وتقل، مع الألم اللي ممكن يحدث في أسفل البطن أو في البطن بوجه عام، أو هذا الثقل اللي بتشعر بيه، لاحظت معاه إن هناك إفرازات لونها وردية أو إفرازات دموية، أو هناك سائل يشبه الماء بينزل عليها مرة واحدة، أو إنها لاحظت إن في حمى أو قشعريرة، ارتفاع في درجات الحرارة في جسمها، أو إنها حست بصداع شديد جدا ودوخة شديدة جدا ما بتروحش، أو إنها كمان بدأت تشعر إن هذا الألم بيتزايد وما بيروحش مع الراحة، يعني هذا الألم نتيجة زي ما قلنا إنه ضغط على الأربطة بتاعة الرحم. بعض الأمور بتخلي هذا الألم بيزيد، هنتكلم عنها وإزاي نتفاداه. لكن لو لقيت نفسها إنها مع الراحة اللي بتاخدها أو بالتعليمات اللي هنقولها، ومع ذلك برضو مفيش احساس بالراحة النهائي، ووتيرة الالم بتزيد في وقت قصير، يعني الم اسفل البطن والتقل ده بيزيد قوي، يعني دلوقتي مثلا لو يعني شعر بالحامل بمقدار بسيط، دلوقتي بعد مثلا ساعة من الزمن بدأت تشعر بيه ازيد، بعد ساعة كمان بتشعر بيه ازيد وازيد، اخر النهار بقت تشعر بيه ازيد واكتر، لا ده كده ممكن تكون داخلة في أعراض ولادة مبكرة، خاصة لو بدأت تشعر كمان بتقلصات رحمية شديدة مع هذا الأمر. لذلك ننتبه إلى أن هناك بعض الأمور في موضوع ألم أسفل البطن ده، هي الأمور دي قليلة أنها تبقى إن شاء الله تبقى حاجة بسيطة، ولكن الأمور القليلة دي ممكن تكون حاجة خطيرة. يعني مثلا على سبيل المثال، لو شعرت ب يعني ارتفاع في درجة حرارة، حمى وقشعريرة، وألم عند التبول، ممكن يكون الألم ده ليس له علاقة بموضوع تمدد الأربطة، ولكن ممكن يكون مشابه، ولكن السبب بتاعه هو التهاب في المسالك البولية، هو اللي أدى إلى شعورك بهذا الألم وهذا الثقل. يبقى هنا ننتبه إلى أن هناك بعض الأمور اللي ممكن تكون غير عادية في وجع أسفل البطن، لما بنلاقي إن معاها حاجات تانية زي قلنا الصداع الشديد والحمى اللي هو ارتفاع درجة الحرارة، القشعريرة، في رعشة بتجيلك في جسمك، انقباضات رحمية متزايدة.
لازم تاخد بالها ان هناك حاجه اسمها اعراض الولاده المبكره، يمكن اغلبكم عارفها، هو حدوث هذه الانقباضات اللي هي التقلصات الرحميه او قساوه البطن او تحجيره البطن، معاها الم اسفل للبطن، معاها الم شديد اسفل الظهر، والحده بتاعته بتتزايد كل شويه، يعني ما بتروحش مع الراحه. دي ركزي كويس جدا فيها. ولو لقيت كمان معاها زي ما قلنا افرازات، ممكن تكون دي اعراض ولاده مبكره. اما لو لقيت ان في ارتفاع في درجه الحراره، في قشعريره في جسمها، في صعوبه في التبول او حرقان عند التبول، يبقى دي ممكن تكون عائده الى التهاب المسالك البوليه. خلاصه هذه الحكايه ان لو حضرتك لقيتي ان هذا الالم ما بيروحش مع الراحه والتعليمات اللي هنقولها، يبقى اذا هذا الامر يجب استشاره الطبيب فورا، لان ممكن يكون حاجه من الحاجات الغير مرغوبه في فتره الحمل. الحاجات اللي بتزود الم اسفل البطن والتقل اللي بتشعري بيه في اسفل البطن، طبعا زي ما قلنا ان هو نتيجه ضغط على الاربطه. حاجه من الحاجات دي لو وقفنا طول الوقت على رجلينا فتره طويله، اللي بيحصل ايه؟ ان بيحصل ان ضغط الجنين ووزن الجنين والرحم والضغط ده كله والوقفه بتاعتنا عماله تضغط على الاربطه، فبالتالي الضغط المستمر ده بيحدث الم شديد. لذلك بنصح الاخوات الحوامل ان هم ما يقفوش لفترات طويله على رجليهم، خاصه في الاعمال المنزليه، ده بيزود عندك الم اسفل البطن والتقل اللي بتشعري بيه اسفل البطن. يبقى لازم ناخد قسط من الراحه بعض الشيء، وما نوقفش لفتره طويله، ان احنا نقسم واجباتنا المنزليه او الاعمال المنزليه اللي وقع عليكي تقسميها الى اجزاء، وكل جزء شويه كده وتروحي واخده راحه. طب تاخدي راحه ازاي؟ وضعيه النوم بتفرق جدا في التخفيف من حده الام اسفل البطن والام البطن بوجه عام والام الظهر. النوم على الجانب الايسر، ووضع وساده خفيفه تحت البطن، ووضع وسادة ما بين القدمين أو ما بين الساقين ما بين الفخذين. وضع الوسادة تحت البطن دي كده أنا ما بحملش على الأربطة، بخلي الوسادة اللي تحت البطن دي هي اللي شايلة التقل، وبالتالي أخفف من التقل اللي حاصل على الأربطة اللي بيشعرك بالألم. يبقى لما بنخلي المخدة هي اللي شايلة بطن حضرتك، وبالطريقة دي بنخلي ان التحميل هو على المخدة، وبالتالي الحدة بتاعت الألم بتخف نوعا ما مع الراحة والنوم على الجانب الأيسر. والجانب الأيسر عشان يبقى فيه تدفق دم أفضل لحضرتك وللجنين أيضا، وتدفق الدم ده بشكل عام لما بيبقى بشكل جيد ككل بيخفف من آلام حاجات كتير. يعني مثلا على سبيل المثال، هو مش موضوع الحلقة، ولكن تخيلوا مثلا لما واحد يبقى حتة من جسمه وجعان، بيجيب دهان زي الفيكس، الدهان اللي هو بيبقى ريحته نفاذة، ده ليه كذا اسم، أبو فاس أو أي حاجة تانية، أو زيت الكافور، الحاجات دي كلها ريحتها نفاذة، بدهن بيها. أنا بدهن بيها ليه هنا مثلا في المكان اللي بيألمني؟ عشان أحفز الدورة الدموية إنها تجري في المكان ده. مرور الدورة الدموية وكفاءة تدفق الدم في الحتة اللي فيها الألم ده من شأن هو يخفف من حدة الألم. الحاجات اللي بتخفف الحمل على البطن أو على أربطة الرحم هو الحفاظ على وزن حضرتك، الوزن المناسب. اكتساب مزيد من الوزن وفكرة إن أنا باكل لشخصيا وإن أنا أزود وزني قوي وألاقي إن أنا بقيت يعني حاجة ما كنتش عليها قبل الحمل، كل ده أربطة الرحم لو نطقت هتقول لك ارحميني. أربطة الرحم لو نطقت هتقول لك ارحميني. زيادة الوزن من ضمن الحاجات اللي بتسبب عبء على تحميل على هذه الأربطة، وبالتالي بتشعري بألام. أحب أكد زي ما قلت في بداية الحلقة إن هذا الألم في المجمل هو ألم عادي وطبيعي بيزيد مع المجهود والوقفة الكتيرة، ولكن لو شعرنا به بعض الأعراض الأخرى علينا التوجه إلى الطبيب فورا، خاصة لو اتبعنا أي تعليمات من شأنها إنها تخفف من حدة الألم وبرضه ما بتروحش. لازم نطمن عن طريق السونار، ولازم تتابعي حركة الجنين. حركة الجنين مقياس بالنسبة لك، ما تقلش عن 10 حركات أو 10 لعبات بالأدق، 10 لعبات في 12 ساعة في الشهر السابع والثامن، والشهر التاسع ما تقلش عن 10 لعبات في اليوم الواحد. دي كمقياس بالنسبة لك، حركة الجنين مهمة جدا إن أنت تاخدي بالك منها. ولكن
لو لقيتي ان هذا الالم ما بيروحش لازم تتوجهي الى الطبيب فورا، والكشف لعله ممكن يكون سبب من الاسباب الاخرى زي التهاب المسالك البوليه او التهابات المهبل. وبشكركم شكرا جزيلا واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.